هذاك خلاص بعدين ينفع بعدين. طب ماشي هات لي كوبايتي وخلاص. حليب حليب انا مسامحك فيها بس اصرفها انت. ايه الحليب؟ حليب محمد ياسر بهذا. اه كله حليب ولا فيش قهوه؟ قهوه خفيفه في الباقي خفيفه. يلا عاشورة خذ خذ حطها على حد يشرب قهوه. ديرها على فنجان من الفناجين. ديرها على فنجان مش على بس مع الحليب بضبط حالها. بيمشي حرامي بيكون تحت خلاص بس هذه بعد يعني تشرب قهوه لحالها بس حمتها يعني لا هي قهوه ولا هي فيش طرف قهوه خاص بدي اشرب هذه. تعال يا وين قاعد اللي هنا وحتى مو قاعد له بوسو قبل المباراه. ايش هذا الجانب؟ ايش فيه ايش فيه تم قهوه هات البزر عشان ايش فيك البزر بدل ما تاخذ شويه وقت. انا على قهوه فريقك جنبك جنبك اللي بيلعبوا فيه بزر يعني اصل هذه المباشر احسن. حط لي شكونة يلا بنا بس ما بدون زبادة زين 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 بنات بسمع هات بس كل ثلاثة في كيس. هات انا خمال وعالي في واحد وانت محمد عمال في واحد. عمال بقول هذا لا 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 انت مجير ولا لا ما زبط محمد بسوط لا لا عالي واحد عالي ضايا ايه لا بس انا زي ماشي محمد تقدر تشيل هذه من تحت المسمار طريقة ليش طيب ليش تشيلها يعني شو واقع عليها اصلا مش الملعب يا عفان ما يقدروا من هيك يعني حاجه مين الازرق ومين الابيض انا الابيض حماد ربيع هل سيدي عزيزي هو رفينا كاملا تسديم واستلام الكرة بدفاع اتاك ليه 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 يلا يا عماد عود عشان المباراة تخلص. بقول لك عود مش يجيب الثاني. عنده شانس على التوزيع صحيحة في الكورة. عماد فيش الفوز لذلك حمادة الجديد. الفوز ماشي ويجي بس المشكلة في النتيجة أنت متابع؟ هو الفوز مضمون. أو على هدف التحدي؟ هو عارف شو نظام التحدي عليه ولا مش عارف؟ دعم ليش تحدي يعني؟ إنه إذا عماد فاز حمادة يحكمكوا لا مش حمادة فاز فوز فرق خمسة قال شوف تحدي اللي حطوه لي الظلم اللي أنا فيه عشر خمسة ستة واحد يعني أفوز فرق خمسة وهم كلهم وافقوا كده محمد عبيد والشباب الله أكبر ترى مباكين كام يعني إحنا قصرنا هاي كمان جابوا خلص الفرق ما أنت قاعد تحكي مركز مش مركز يعني فيش أجواء خالص يا لازم الفرق خمسة؟ لهدرة الفرق خمسة الحاجية هم كده الاتحادي هم كده مين هم؟ مش الصالح مزيك يعني في مباراة تكون سكورة شو العالية؟ مباراة نفع كان بيني على هذي وصل حاطة والنار
شوف الكورة، شوف الكورة، واحدة يقول أخرى يبوم يغمرشينو انت هذا الحكاية بالضربة بالقاضي يا فنان كأنها الكورة بالصادية والله يبقى كأنه بالكوبة كبير هاي الثانية، هاي الثانية النتيجة مفروض ضربة فيش حظ انا ما تصومش يصوب لها عالي صحيح انا يدي المسكوط الدكتور فانتو خلاص تملنا كمان الله يا طب صوت 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 فيش حظ يا حلوة عدوة السماء كلها أكثر مرينة كلها مرينة الله يرضى عليك يا رب شوف نقطه الحساب تكلم يا ملك الكلمات العباس يمشي مراقب تحدى باص السماء انا شفنا بغداد لعيون نشوف المراقب كلها بس هو اللي تاخر النهار نفسي سلم هيك لا شايف بجاج جارد باك كده الفرصه ممكن حس لعيبة بعيدين المباراة يا راجل العب يا بياض اي عاد يا بياض باصي بلانكي شوف الانتظار مرتد على الاجوال اي ايش ماله خرا يعني وين نلعبها لك مش فاهم صراحه ماذا نفاعل المهارة؟ ما قطعش عمده زي كل مرة بديش نتيجة؟ 4-4 هو ما تجيش كمان في المقابل أنا 6-2 بتروحي مين جاوة؟ يعني مش بصعب بفوز في الفتورة بلنتي منه ضغط مش كسل يعني Thank you.
لكن المحافظ المهم. شوف الطريق اللي سيطر فيها على الكرة بسرعة، يفتح الملعب، يشوف المرمى، يحطها في الشباك مباشرة. يا لهو من هدف، يا لهو من الروعة. سيكون يخر عليها الحمال. يا بني الصاد يا الله. هارون عبد الله هذا اللاعب معروف عنه التسديدات الصاروخية، كثيرا ما يجد الثغرة يسجل يفكر على طول في التسديد، ويمسك الكورة بصراحة زي ما نقول بالنسبة للكرة العربية اللي نستفيدوا من العالمية أنه نحاول نسدوا أكثر على مرة، هي مرتبة بالضعف في اللاعب العربي. من راح على برشلونة؟ راموس. مين راموس؟ راموس. 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 مستحيل. يا الله. تسليم واستلام الكرة يبدأ فيها هناك. جارت بالي. هدف كان بشكل ملعوب، تسديده ممتازه. عارفين لما مش متعشم مش حسح يا راجل، طلع نقول باص يا راجل. خلص دقيقه خلص اللاعب خلص هدف هذه الاهداف التعليق مسافه غريبه يا عمر التصفيق زي ما يسمى. يجب علي ان اقول ان المراقبه كانت بلا جدوى. نتيجه مصلحته يا عمر نتيجه مصلحته؟ مش عارف ايش هيسوي عشان خلاص خلصت. اجيب يعني عشان انا حالي يقرر التصوير اضغط عليه خمسة ولا كان ايه لو عملت عادي يجيبها لسون كويس. لا بس طلعت الحارس هون خرافي. تسليم واستلام والكره بدات تاتاك. ليش لعب لورا؟ لعب عشان يلعب البينيه زي الجول الاخير. من وين نضغط عليك الشباب؟ هم كسبوا بمعرفة الله.
كيف كذي؟ شوف كيف الجميع. لا فرق 11 احنا قلنا فرق 2 لا له 11 مول الفرق انت قلت والله لو كان جايب 10 هو كنت انت بقى كده انت لطيف الوقت 10 خساره مباراه دراما كتير يا لطيف يا لطيف يعطيك الف عافيه يا خال هي المباراه حسن الدوم حالك قدام عليك تعيد المباراة؟ لا يا مش لاعب تعيدها؟ كويس يا رجل لا إذا بتلعب يا ولا؟ تلعب مباراة ثانية مش تعيد خلاص إذا بتعيد والله أنا جاهز إذا شايف حالك أنت مظلوم من تلعب الفرق هذه المباراة هذه؟ من تلعب تحس ممكن ما عليهاش؟ ما ظلمتش خلاص أنا مكفي بقول إيش بدك تلعب ولا مكفي؟ ما عنديش حد يلعب فيكم؟ خذ جوز أما إذا بدي أعيد المباراة